بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور هشام علي شرف الدين، أستاذ جراحة الأوعية الدموية والعلاج بالقساطر الداخلية، كلية الطب جامعة المنصورة، ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية جامعة المنصورة في مستشفى المنصورة الدولي، وأيضا مدرب جراحة الأوعية الدموية للزمالة المصرية والزمالة العربية. النهاردة بيسعدني أن أتحدث عن موضوع مهم جدا وذو خطورة في ذات الوقت، وهو القرح الناتجة عن ضعف أو قصور الأوردة، سواء كانت أوردة أولية أو أوردة ثانوية. هذا الموضوع بيمثل نسبة 1% من مرضى الدوالي بيحدث لهم قرح في قرب القدم في المنطقة اللي هي بنسميها منطقة الكاحل. هذه القرح تنتج نتيجة ارتفاع ضغط الدم الوريدي في القدم، نتيجة حدوث الأوردة، نتيجة حدوث الدوالي، أو أيضا من الدوالي الثانوية نتيجة حدوث الجلطات المتكررة. في مثل هذه القرح تكون قرح مؤلمة، وكذلك لا تستجيب للعلاج الطبيعي، العلاج العادي للمريض، لكن بتحتاج إلى علاج السبب والتشخيص. من هذه الأسباب هو القصور الوريدي المزمن الناتج عن الانسدادات في الأوردة العميقة، أو حدوث خلل في الصمامات، ويكون هناك ارتجاع شديد في الدم اللي بيصيب منطقة الكاحل والمنطقة السفلى، ده أكتر مكان لظهور هذه القرح، وبينتج عنها التهابات وعدم التئام لهذه القرح. والمريض ده بيحتاج ان هو يتشخص اما عن طريق أشعة الموجات فوق الصوتية الملونة المعروفة بالدوبلكس، او باستخدام الأشعة المقطعية على الأوردة. اذا كان هناك انسدادات بيتم اصلاح هذه الانسدادات عن طريق القساطر التداخلية بتوسيع الأوردة المصابة ووضع دعامات. لو كانت هناك بأسباب ارتجاع في الصمامات بيتم علاج ارتجاع الصمام ده إما عن طريق التردد الحراري أو استخدام الليزر أو الجراحة، لكن لابد من التشخيص الصحيح قبل التدخل الجراحي أو قبل العلاج بالليزر أو التردد الحراري. طبعا المريض بيحتاج إلى كومبريشن ثيرابي اللي هو علاج بالأربطة الضاغطة أو الشرابات الطبية، ويحتاج إلى تعديل حياته بحيث ما يوقفش فترات طويلة. عملنا حالات باستخدام القساطر التداخلية والتوسيع بالبالونات ووضع دعامات، وبعض الحالات الأخرى التي تم علاجها بالليزر والتردد الحراري، وهناك حالات أخرى تم التدخل فيها جراحيا، والحقيقة النتيجة بتصل إلى 90% أو أكثر التئام لمثل هذه القرح المؤلمة بعد التشخيص الصحيح والعلاج بناء على التشخيص. طبعا نصيحتي لهؤلاء المرضى ان هم يلجأوا الى التشخيص المبكر باستشارة الطبيب المختص حتى لا نصل الى مثل هذه المضاعفات التي قد تقعد المريض عن العمل وتسبب له الريتايرمنت او الإحالة من العمل اللي هو بيعمله نتيجة عدم التشخيص المبكر والعلاج الصحيح. بتمنى للجميع صحة جيدة وشكرا جزيلا.